السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك نكرة من النكرات لا يعلم له من العلم شيئا، اسم حافظ محمد ريحان، يكتب بعنوان خيانة علمية حقيقة الألباني، وهي منشورة عن طريق مركز القلم للأبحاث والدراسات. أولا ما أريد أن أقرره أن مركز القلم للأبحاث والدراسات هو مركز رافضي خبيث، هذا رقم واحد، وإذا عرفت القوم عرفت من هم. أما حافظ محمد ريحان ففكره فكر الخوارج الضلال، وإن كان كذبا يقول لك أبحاث عقائد الخوارج، يتكلم عن الشيخ الألباني ويصفه بذلك، والشيخ الألباني سلفي زكاه العلماء في زمانه، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، اللجنة الدائمة إلى غير ذلك. ثم يقول هذا الكذاب مجموعة من الضلالات، يقول هذا الكذاب مجموعة من الضلالات، يقول لك سياسة علمية خطيرة حكت لنا تدريجيا حتى نتقبلها، وكأنها نجحت في ذلك قديم من خلال دراستنا في المدارس الشرعية من خلال حلقات العلماء، كنا نسمع الحديث ونقرأ في سنده رواه الشيخان البخاري ومسلم أو رواه أهل السنن الترمذي وغيره. وبعد طبعا هو يتكلم أن هذه حكت لنا كيف رواه فلان وفلان حتى تعرفوا الفكر اللي هو فيه، ينكر الآن فضل هؤلاء العلماء ويشكك في السنة حتى تعلموا الفكر الذي هو فيه هذا النكر حافظ محمد ريحان. ثم يقول بعد ذلك بدأت العملية، وليس طبعا من خلال الصدفة بل عن طريق دراسة وتخطيط، فبدأوا يضعون مع رواة الحديث إضافة للألباني، كان يقول أخرجه البخاري مسلم قال الألباني حديث صحيح، ولا أعلم ما هي الحاجة للألباني المعاصر الذي مات قبل سنوات وبشهادته قال عن نفسه إنه لا يحفظ حديثا واحدا بسنده. نقول وإيش المانع أن الألباني صحح؟ الألباني صحح، وابن حجر صحح، وابن الحاكم صحح، والذهبي يصحح، أبو زرع، ابن أبي حاتم، كل زمان ينبت مجموعة من العلماء، والبيهقي والدارقطني، كل زمان فيه علماء اشتغلوا بالتصحيح. في زمان المعاصر كان من الذين اشتغلوا بالتصحيح ونفع الله عز وجل بهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وليس شرطا ان هو ان يكون عنده سند لكي يروي، هذا ليس شرطا، او لا ان يكون لديه سند لكي يصحح، لم يقل بذلك احد من اهل العلم. طيب يقول لك بعد ذلك نشط الامر فبداوا يقولون اخرجه الترمذي وصحه الالباني، والكثير من العلماء في غفله. نقول والله انت اللي في غفله، لا تصم العلماء بالغفله، الغفله هي في امثالك الذين لا يعلمون شيئا يهرفون بما لا يعرفون. ناديته زيدا فسمعه عمرا وكتبه خالدا ونطقه بكرا. أما العلماء لأنهم يعلمون العلم يعرفون ما معنى كلمة صح الألباني، ولذلك شيخنا الشيخ بن باز إيش يقول؟ يقول فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه وضعفه الألباني، وليس لغير أهل العلم أن ينظر في ذلك لأنه لن يفقه شيئا. مثل هذا النكرة حافظ ابن محمد ريحان، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. طيب دعونا نكمل هذا المقال التافه حتى النهاية لكي نوضح ما فيه من الكذب والخلط. قال حتى وصل الأمر إلى حذف رواة الحديث نهائيا وتعويض جميع علماء الحديث من أهل السلف الذين أحيوا لياليهم في هذه العلوم وقطعوا المسافات طويلة مشيا ليأخذوا الحديث من سمعوها وناموا على الطرقات لينتظروا من يحمل حديثا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذوا، فيحق لنا بعد ذلك إنه نحذف. يعني حتى هذا كثير عنده في خلال المقال أخطأ، إنه نحذف يا أخي اسمها أن نحذف. هؤلاء الرواة الذين كانوا قريب عهد من النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت لهم الأمة بأجمعها بأنهم علماء أتقياء برر أخيار، أفنحذفهم ولا نذكرهم حتى تنساهم الأجيال القادم ولا تسمع بهم بعدما بذلوا من جهود جبارة؟ ثم نعوضهم برجل اختلف العلماء في حاله وأكده الاحتصاص ضعفه العلمي، أفننسب أحاديث النبي إليه عليه الصلاة والسلام وننسى عليك العظماء؟ طبعا هو يدغدغ العواطب بمثل هذا، لكن هو جاهل ما يفقه أن مسألة حذف الأسانيد هذا منهج متبع، ولا يضر هذا المنهج المتبع ولا يعتبر ثلمة لهؤلاء الرواة،
فعندنا مثلا المتجر الرابح للدمياطي حذفت منه الأسانيد، دعك من هذا خذ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 995 هجرية، في خذ قبله الإمام النووي رحمة الله عليه المتوفى سنة 676 هجرية، 676 هجرية في القرن السابع لما ألف كتاب رياض الصالحين والأربعينوية، قال وحذفت منها الأسانيد لأخفف على القارئ. لكن طالما قال لك رواه فلان وفلان، أنت ممكن ترجع لأصول كتبهم فتطلع على أسانيدهم. وأنا أتحدى نفسه، وهذا النكرة، هذا حافظ وليس بحافظ، هذا أتحدى أنه هو يكون حافظ أسناد واحد، لكن يدغدغ العواطف بمثل هالكلام، يدغدغ العواطف بمثل هذا الكلام الشائن. فلا حرج في أنك تحذف الأسانيد، لا مانع من ذلك. الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله لما ألف بلوغ المرام مثلا حذف الأسانيد، لكن خلاص كتب تحت رواه البخاري مسلم الدارقطني فلان فلان، أيضا ابن عبد الهادي في المحرر، هذا منهج متبع عند السلف لا حرج فيه، ولذلك لا ينكره إلا الجاهل. ولذلك قال الإمام النسفي والسهيلي لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لو سكت الجاهل لاسترحنا. الجهال دول لما يسكتون حين نستريح، فهذا منهج معروف عند العلماء، لا يغمز لا في الرواة ولا يعتبر أن هذا من هضم حقوقهم أو شيء من مثل هذه، من شيء من مثل هذه الأشياء. نعم طيب، ما معنى صحو الألباني الآن؟ والآن بيتكلم الآن يهرف بما لا يعرف ويفتي، والتاء سين مزكمة الأنوف. هل كان الحديث قبل الألباني بأسانيد ضعيفة فروى الألباني الحديث بسند صحيح، أم أن الحديث كان ضعيفا ثم جاء الألباني فأزال الضعف منه، كأن كان فيه مجهول فبين من هو، أو كان فيه انقطاع فوصله؟ اي نعم، كل اللي بتحكي عنه ده كلام صحيح، والألباني ليس بدعا من الرسل في ذلك، ليس بدعا من العلماء في مثل هذه، في مثل هذه الأمور. سبقه علماء كبار وهو نهج على نهجهم وأضاف إضافاته واجتهد لأنه أهل للاجتهاد، كما قال فيه ذلك الشيخ ابن باز العلامة رحمة الله عليه، وبين ذلك في خلال دراسته للترمذي ولابن ماجة ولأبي داود والنسائي وسلسلة صحيح الجامع والترغيب والترهيب للمنذري وغيرها من بلغت مصنفاته قرابة 150 عنوان، ملأت مئات المجلدات ينتفع الناس بها إلى يومنا هذا من السلسلة الصحيحة والضعيفة التي هي مدرسة في التخريج. أدعو هذا النكرة أن يقرأ فيها لكي يتعلم، وضح ما فيها من الإرسال والانقطاع والمنقطع والمدلس والمعنعن، وضح فيها ما هو موصول وما هو مقطوع إلى غير ذلك. وأيضا قام علماء أجلاء بتحقيق المسند، أيضا الشيخ شعيب الأرموط ومن معه تحت إشراف الشيخ التركي، وخرج لنا المسند في 40 مجلدا مسند محققا. طيب، أم أن الحديث صحيح قبل الألباني فلا معنى عندئذ لقول صح الألباني، لأنه ليس هو من صححه بل المحدثين، فلماذا ننسب إليه؟ فهذا يعتبر عندئذ تدليس وتلبيس. والله التدليس والتلبيس عندك أنت أيها الجاهل، التدليس والتلبيس عندك أنت، ولقد بينا وأجبنا على هذا. ثم يرد على نفسه يقول طبعا حللونا متعذرة، كون الألباني ليس لدي أي سند أصلا، مجرد توهمي نحكم على الحديث بالوضع لانقطاع طويل جدا عبر قرون. أنا أقول هذا جاهل، التصحيح والتضعيف لا يحتاج سند، أنا أصحح وأضعف السند. أنا ما قلت لك أنا حدثنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني قال أخبرنا فلان لحد ما وصل إلى النبي عليه السلام، هو ما تكلم عن هذا، هو تكلم عن السند الذي بين يديه، هو ينقد السند الذي بين يديه من الراوي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كمثلا تقول حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا السند هو يتكلم في مثل هذا، يتكلم في مثل هذا ونظائره. وطبعا هذا سند صحيح، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات هذا عند البخاري، لكن يتكلم في مثل هذه الأسانيد. وأما كلمة الألباني ما عنده سند، كذاب، الألباني أجازه أحد المشايخ بالسند المتصل في جميع مروياته لما رأى منه الألمعية واللوزعية والذكاء، وقلنا التحسين والتضعيف لا يحتاج إلى أسانيد. قال أما الحالة الثانية اللي هو يقصد بها يعني
أم أن الحديث صحيح قبل الألباني فلا معنى. أما الحالة الثانية فمحتملة، ولكن وجه احتمالها ضعيف جدا جدا، حيث أن المحدثين أغرقوا هذا الجانب وبحثوا بحثا مفصلا ولم يقصروا فيه، فلماذا ننسب جهدا من علم الغير فهو عندنا سرق مذموم؟ نقول كذاب، أنت كذاب. نقول بالعكس، الحمد لله كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه، وكم من أحاديث حسنها ابن حجر ونقدها من بعده، وكم من أحاديث حسنها النووي ونقدها من بعده، وكم من أحاديث حتى حسنها الألباني ونقده من بعده. فليس ثمة أحد معصوم إلا المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه. وعلم التصحيح والتضعيف هو علم نسبي على ما تيسر من الآلة العلمية في يد صاحبها. فنقول يا أخواني، هذا المقال كود لا يساوي بعرة ولا يساوي الحبر والمداد الذي كتب فيه، فضلا على أن كاتبه والعياذ بالله من أفكار الخوارج ومن أفكار الرافضة، وأن هذا المكان الذي نشر فيه مثل الكلام أيضا من مراكز الرافضة الضلال. فاحذروا يا عباد الله، وخذوا العلم من أهله، نفع الله بكم، وشدوا يدكم بالألباني رحمه الله كما زكاه أهل العلم. ولا يعرف قدر الألباني إلا طالبت ولا يعرف قدر الألباني إلا طالبة العلم. أما الجهال لا يعرفون إن التبر في يد العي تراب، إن التبر الذهب في يد العي الجاهل يحسبه ماذا؟ يحسبه تراب. هذا ما تيسر إراده وتهيئ عداده عن الله على ذكر وصلى على نبينا محمد عليه وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع أوتانا أوت المسلمين أجمعين، واحفظ والدتي وارزقني برها، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، سلمنا لرمضان وتساوينا متقبلا يا عزيز يا رحمن. تم تحرير صوتين في ظهيرة يوم السبت لثلاثة عشر خلونا من شهر شعبان لعام 46 و400 ألف من جسد عدنان عليه الصلاة والسلام. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.